فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إنه ألم بيدين في وقت من الأوقات، فاستحييت أن أطلب لنفسي من أهل الإحسان، فسألت أحد أهل العلم هل يجوز لي أن أوري فأقول للمحسن إن هناك شخص بحاجة وعليه دين، فأجاب بنعم، ثم سمعت فضيلتكم تقولون إنه لا يجوز، لا بد أن أعرف بنفسي. سؤاله يقول أنا الآن قد أخذت هذا المبلغ. أنا ما أذكر أني قلت هذا، قلت إذا كان الإنسان موكل بتوزيع زكاة، موكل توزيع زكاة فلا يأخذ منها شيء، الوكيل لا يأخذ شيئا لنفسه إلا بإذن الموكل، هذا الذي قلته وأقوله الآن. وأما إذا وريت وقلت في واحد محتاج وأنت تعني نفسك ما في بأس إن شاء الله إذا كنت محتاج. نعم، هذا ما هو بتوكيل. نعم.